السلام عليكم أبطالنا الكيتونيين، شلونكم؟ عساكم بخير. أتمنى لكم تكونون مستمرين بالكيتو دايت وكلكم صحة وقوة ونشاط. وياكم حسين من قناة كيتو ميلز عراق. اليوم راح نحكي بنقطة مهمة اللي هي أغلب الناس اللي تتبع الكيتو دايت ما تسويها، اللي هي تحسب غراماتها، تحسب إيش تأكل، تحسب كمية الدهون والكربوهيدرات والبروتين اللي تأخذها باليوم. أكو فد نقطة أساسية لازم نحكي بها، أنه الكيتو دايت ما يعتمد على الكالوريز. يعني بالدايت العادي الكالوريز تحدد لنا كمية الأكل، بس بالكيتو دايت لا، كمية الأكل هي اللي تحدد لنا الكالوريز. يعني إحنا راح نحدد أكلنا، راح نحدد غراماتنا، بهالطريقة راح نحدد كمية الكالوريز اللي تدخل الجسمنا. بالبداية خلينا نحكي على فد نقطة أساسية اللي هي كل شيء بالكيتو دايت ينحسب بالماكروز. شنو يعني ماكروز؟ ماكروز هي كلمة مشتقة من كلمة مايكرونيوترينتس أو الجزيئات الصغيرة. الجزيئات الصغيرة اللي يعتمد عليها جسم الإنسان أو الماكروز اللي يعتمد عليها جسم الإنسان حتى ينطي طاقة أو حتى يولد الطاقة هن ثلاثة بالأساس: الدهون والكربوهيدرات والبروتينات. ذني ثلاثتهن لازم يكون المتوفرات عند الإنسان حتى يولد الطاقة وحتى يعيش. نقطة مهمة أيضا أنه لازم نعرف كل غرام بروتين وكربوهيدرات ينطينا 4 كالوريات، في حين انه كل غرام فات ينطينا 9 كالوريات. يعني بين قوسين نحول جسمنا من انه يشتغل على البنزين العادي نخلي له سوبر. جماعة السيارات راح تعجبكم هاي النقطة. ولهذا اغلب الناس اللي يبدون كيتو دايت يشوف عندهم طاقة انفجارية كلش عالية، طاقة وحيوية ونشاط. طبعا بعد ما تعدي مسألة الكيتو فلو، كل الناس اللي تبدي بالكيتو دايت تنزل بالوزن، بس بعد فترة يقول لك انا عانيت من انه وزني ثبت. طيب انت عدلت قياساتك؟ يقول لي مو انا بالاساس اصلا ما قايس. فاليوم راح نتعلم هاي النقطه. بعد حتى من حنثبت النقاط اللي راح نسويها اليوم، هاي يحتاج انت تسويها كل ما تنزل 4 إلى 5 كيلوات، يعني مره بالشهر بالاقل. فيلا خلينا نروح نبلش. سجيب الموبايل واشرح لكم على الموبايل وشاشه راح تطلع يمي. تمام. رجعنا لكم شباب. هسه اريدك تجيب موبايلك ونطبق سوي، او تجيب موبايلك ونطبق سوي. اول شيء هسه راح نروح له، طبعا مبين عندكم بالشاشه، حنروح على جوجل نكتب كيتو كالكوليتر بكل بساطه. هاي هنا نكتبها كيتو كالكوليتر. اوكي، سوينا سيرش راح تطلع لنا هواي مواقع. اللي راح نسويه هو حنروح على www.ruled.me. اكو غيره هواية بالمناسبة، مو شرط الا هذا، بس هذا اللي راح نطبق عليه اليوم. نطب عليه. حلو، هسه من طبينا راح نقعد نحسب غراماتنا. شلون راح نتعلم شلون نحسب غراماتنا؟ اول شيء راح نسويه هو نحول هذا من امبيريال الى متريك. هاي الدقمة ندوسها، دسناها. طيب هسه هنا نختار انت بنية لو ولد. انا مثلا اليا، بالنسبة اليا راح اختار انه انا ولد. اوكي، هسه What is your height in centimeters؟ راح نكتب بالسنتيمترات إيش قد طولنا. مثلاً أنا 183. أوكي، وزني هنا الوزن بصف الطول بالكيلوغرامات، إيش قد وزني؟ مثلاً أنا هسا حكتب 92، هسا حالياً أنا واصل 92. العمر حكتب عمري، وكلش مهم تكتبون عمركم الحقيقي. بالمناسبة يعني ما راح يبقى عمركم هو، ولا راح يتشاقى وياكم، بس ده يطلع لكم أرقام. زين، هنا وصلنا لنقطة مهمة. هاي هنا What is your body fat percentage؟ يعني إيش قد نسبة الدهون الموجودة بجسمك؟ إذا عندك هاي الآلة اللي هسه طلعت بصفي تقدر تستخدمها، بس بالغالبية بصراحة ما حم عدة، لأنه يعني ما حم نفكر بيها أصلاً. فاللي راح نسويه هو أنا راح أخلي لكم في الديمونستريشن هنا أو في مثال صغير حتى تعرف تقيس. طبعاً أنت يعني بحياتك لتختار إنه جوا 10% ولا تختار أكثر من 40%. يعني انا اعتقد اللي ناوي يبلش بالكيتو دايت غالبا يكون بين 30 إلى 40، سواء ابنية او ولد. يعني مو تروح تختار 5 أو 6، انت مو كريستيانو رونالدو بالنهاية يعني. طيب هسه خلصنا هاي النقطة. هسه نيجي مثلا انا عن نفسي حخلي 35. حلو حلو، هنا وصلنا لنقطة مهمة اللي هي الاكتيفيتي ليفل. الاكتيفيتي ليفل يا عزيزي، هاي الاكتيفيتي ليفل شنو معناها؟ انه انت ايش قد تتحرك باليوم، شنو نمط حركتك، تختارون نمط حركتكم. انا بالنسبه لي اختار انه انا قاعد دائما على المكتب، ما اتحرك كلش قليل. هنا مثلا عندك لايتلي اكتيف يعني تتحرك شويه، مودريتلي اكتيف يعني تتحرك هوايه، هنا فيري اكتيف يعني تروح مثلا للجيم تسوي رياضه بشكل مستمر. طيب هنا بيقول لك شو تريد انت من الكيتو،
ليش ده تدخل الكيتو؟ to lose weight يعني تخسر وزن، لو تثبت وزن اللي هو المينتين، لو الجين مسل، لا احنا بالنسبة لنا راح نختار اللوز ويت. حلو؟ حلو. How much defect do you want in your diet؟ لا تخليها اقل من 15 ولا تزيدها اكثر من 30، تمام؟ خليها ثابتة، بقيها على 20، اوكي؟ خلنا تبع بهذا المثال حنبقيها على 20 يعني. لانه دي يقول لك اذا تصعدها فوق ال 30 راح تصير عندك مشاكل، واذا تقللها جوا ال 15 هم راح تصير عندك مشاكل. طيب، How many carbs do you want to consume؟ يعني ايش قد عدد الكربوهيدرات اللي تريد تاخذها باليوم؟ حلو؟ مثلا انا عن نفسي حقول 18، حنثبتها على 18. زين، هنا انا بدي اقول لك ايش قد تريد بروتينات باليوم. اهم نقطه هاي، ايش قد تريد بروتينات. الاختيار مال البروتينات، اذا انت قاعد وما عندك حركه هوايه لا تخليها فوق 0.8. اذا انت تروح للجيم بس ما تتمرن كلش هوايه، خليها بين 0.8 الى 1. اذا انت تروح للجيم وتتمرن بشكل يومي خليها بين 1 و1.2. انا عن نفسي ما اروح للجيم وما اتحرك هوايه راح اخليها 0.8 اللي هو حال اغلبنا. طيب طلعت لي هذه حساباتنا. حلو، شنو هاي اللي طلعت لنا هسه؟ هاي النتيجه اللي طلعت لنا، انا احتاج هنا من الدهون 137 غرام، واحتاج 18 لانه هاي انا خليتها 18، واحتاج 105 غرام بروتين. طيب تمام، لهنا انا خلصت حساباتي، عرفت انه احتاج ايش قد دهون، ايش قد احتاج كربوهيدرات، وايش قد احتاج بروتين. هسه حنروح على البرنامج الاخ نتعلم شلون نسجل بيه وشلون ندخل اكلنا بيه حتى يحسب لنا هو تلقائي. وهسه رجعنا حتى نتعلم على الماي فيتنس بال اللي هو برنامجنا الثاني اللي راح نتبع به الكربوهيدرات مالتنا، البروتينات مالتنا، والدهون مالتنا. راح نطب على ماي فيتنس بال. حلو، زين، اول شيء راح نسوي انه ساين اب، تسجيل. حلو، ساين اب وذ ايميل. شو نريد احنا؟ نريد لوز ويت، راح اختار هنا أنا. اختاريت اللوز ويت. زين، اختاريت اللوز ويت هنا أنا. هو اكتيف يو ار، يعني ايش قد تتحرك. انا اخلي نوت فيري اكتيف. حلو، سوي نيكست. شنو يعني الجنس ماتك؟ انا حقول ميل. زين، البيرثدي اللي هو مواليدي، ادوس هنا 1900، خلي مواليدي الحقيقيه. زين، يعني مو ضروري تعرفون عيد ميلادي بس يلا ما يخالف، ما اريد هدايا بالمناسبه. اوكي، زين، هنا راح اجي اختار عراق، اذا انت عايش بالعراق يعني. زيب كود خليه 5012 3 4، صارت 5. نيكست. زين، طولي ايش قد؟ ادوس هنا راح احوله الى سنتيمترات. ها طبعا بالمناسبه كله مو مهمه، احنا المهمات سويناها بالبدايه 8 3، بس حتى ندخل للبرنامج لازم نسوي هذني. زين، ايش قد وزني؟ وزني طبعا اتحول الى كيلوغرامات. هنا انا اكتب وزني الحقيقي، دوس نيكست. زين، هنا أنا حيقول لك الجول ويت، هاي مهمة كلش، ما أعرف أرسم. المهم هنا أنا الجول ويت، إيش قد الوزن اللي تريد توصل له؟ أنا مثلاً راح أكتب بالكيلوغرامات، أنا أريد أوصل 80. هنا أنا حكتب 80، كتبت 80. حلو، زين، إيش قدرت أخسر بالأسبوع؟ خلينا نقول كيلو، مو مهم أنا لأنه أصلاً ماشي كيتو. حلو، امشي. الايميل هنا أنا تخلي اي ايميل بكيفك. طيب حاليا خلصنا التسجيل بالبرنامج، طبينا للبرنامج، خلى هو ارقام بكيفه. هسه اجي مثلا اريد اضيف وجبه او اريد اتبع اني ايش ماكل ما ماكل. مثلا لنفرض انه انا اليوم العشاء مالتي راح يكون قلوب دجاجه، راح اطب هنا أنا. راح ادوس على الفود وراح اخلي الدينر اللي هو العشاء، سيرش فور فود، انه ندور على الاكل نقول قلوب دجاج ونسوي سيرش. هسه ايش طلعت لي؟ قلوب دجاج نية، ادوس عليها. حلو، هاي دار اضيف في الوجبة العشاء مالتي. هنا أنا نقطة مهمة، نمبر اوف سيرفينج، واحد سيرفينج سايز 100 غرام. يعني ايش عندي انا؟ يعني كل سيرفينج وحدة بيها 100 غرام. انا ايش قد راح اكل؟ لنفرض نص كيلو، لنفرض طبعا. هنا أنا سيرفينج سايز حبقيها 100 غرام، اجي ايش اسوي؟ هنا أنا بس نمبر اوف سيرفينج اسويها 5 سيرفينجات، صار عندي حينطيني مال
500 غرام حينطيني مثلا يقول لي اكو هل قد كاربس بيها، اكو هل قد فات بيها، واكو هل قد بروتين بيها. تمام، تأكدت صح 100%، خلاص اضيفها من علامة الصح الموجودة فوق. حلو، زين. انا بالعشاء بعد ايش راح اضيف لهاي قلوب الدجاج النية؟ راح نضيف بصل مثلا، بصل، واسوي سيرش. سويت سيرش، ايش قد راح اخلي بصل؟ سيرفينج سايز 100 غرام. زين، هسه مثلا انا راح اضيف بصل، بالبصل هنا أنا عندي نمبر اوف سيرفينج واحد على 100 غرام، انا ما اريد سيرفينج كامله، انا راح استخدم مثلا 50 غرام بصل. اجي هنا أنا ادوس على النمبر اوف سيرفينج، ادوس 0.5 واسوي لها سيف. هسه صارت عندي هنا الكارب الموجود عندي اللي هي 4.7 غرام، فات ما بي طبعا، وبروتين كلش قليل، اسوي له صح. تمام لهنا، حلو. هسه اجي شو اسوي ورا ما خلصت؟ مثلا راح احمسها بزيت الزيتون، اوكي، راح اكتب هنا زيت زيتون، زيت زيتون، واسوي سيرش. مثلا ملعقه طعام 15 مل، حلو، راح اضيفها. هي ده يقول لي ملعقه طعام 15 مل، ضفتها، انتهى الموضوع، حمستهم، خلصتهم. هسه انا اريد اعرف انه اني ايش اكلت، ايش قد صار عندي كربوهيدرات، ايش قد صار عندي بروتين. ادوس هنا، حروح على نقطة مهمة اللي هي اهم شيء عندنا، ما لنا علاقة بالكالوريز، عندنا اهم شيء الماكروز. ندوس على الماكروز، حلو. هسه انا لحد الان استغرقت بوجبة العشاء مالتي 8 غرامات كربوهيدرات، 61 غرام دهون، و 78 غرام بروتين. تمام، طبعا هاي انت تقدر تقسمها على الغداء وعلى العشاء وعلى الريوق. لهنا صار كل شيء واضح عندكم، تقدرون تستخدمون ذني البرنامجين. خلي ادب الموبايل اشرب لي جلاس ماي وارجع لكم. طيب يا شباب ويا بنات، لهنا خلصنا انه شلون نحسب غراماتنا من الفات والكربوهيدرات والبروتين، صارت عندنا كل شيء واضحه شلون ندخلها بالبرنامج. بالمناسبه تقدر تستخدم ورقه وقلم، مو شرط البرنامج، وانت تحسب نفسك بنفسك، بس هذا البرنامج راح يسهل لك لا اكثر ولا اقل، وبي خصائص مدفوعه. يعني انا شخصيا ما مشتري اصلا ولا مفعلهن، لانه هذا بالنسبه لي كافي. وبالمناسبه انا هاي لا اسوي دعايه للبرنامج ولا لي علاقه بهم ولا مشتغل وياهم اصلا، بس هذا الشيء اللي انا استخدمه. اذا عندك غير برنامج استخدمه، اذا ما عندك غير برنامج تقدر تستخدم الجوجل مثل ما قلنا. لهنا انا وصلت وياكم للنهايه. عدلوا هاي الارقام، كل ما تخسر 4 أو 5 كيلوغرامات لازم تعدلها، كلش ضروري تعدلها حتى تبقى تستمر بنزول الوزن، لانه انت وزنك مثلا 100 مو نفس الكميه مال الاكل اللي تاكلها من يكون وزنك 90 أو 80 أو 75. فركزوا بهاي النقطه انه تعدلون ارقامكم باستمرار، اقلها بالشهر مره، او كل ما تخسر لك 4-5 كيلوغرامات. لهنا نكون خلصنا، دزوا هذا المقطع لكل الناس اللي تتبع الكيتو دايت، ان شاء الله تكونون استفاديتوا. كان وياكم دكتور حسين، مع الف سلامه.